السلام عليكم ورحمة الله. عرض إخباري مباشر من قناة العيون، نبدأه بأبرز العناوين. وصول المشاركين في منتدى كرونف مونتانا من القارات الخمس للداخلة للمشاركة في فعاليات هذه النسخة. وفي النشرة أيضا ندوة حول موضوع السلامة الطرقية ببوجدور لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية. وفي المجال الرياضي نتابع الإنجاز الذي وقع عليه بطل في رياضة التايكوندو بعد إحراز بطولة المغرب. أهلا بكم من جديد. نستهل النشر بالملف السياسي، حيث أشاد النائب الأول للوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية بصربيا السيد إيفيكا دازيش اليوم الخميس بالرباط بجدية المقاربة المغربية في التعاطي مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد السيد دازيش خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وحضرتها سفيرة صربيا بالرباط على تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية احترام الوحدة الترابية للدول، مشيدا بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بلاده والمغرب، وكذا بالمستوى الجيد للتعاون البرلماني المغربي الصربي. في موضوع آخر، يستمر وصول المشاركين في منتدى كرونف مونتانا من القارات الخمس للمشاركة في فعاليات هذه النسخة من المنتدى العالمي. أبرز الشخصيات التي وصلت البارحة لمدينة الداخلة نائب رئيسة جمهورية ميانمار ووزيرة التعليم والثقافة بالأوروغواي ورئيس برلمان مجموعة دول بأفريقيا والعديد من الشخصيات الأخرى. في المتابعة بكارديمي ومحمد يداس. منتدى كرونف مونتانا بالداخلة يكرس الإشعاع الدولي لهذه المدينة. المشاركون من دول العالم يتوافدون من حوالي 100 دولة من الشخصيات الممثلين للمنظمات الإقليمية. مصطفى سيلو رئيس البرلمان للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يحل ضيفا للمرة الثانية على منتدى كرونف مونتانا بالداخلة. داخلة كونستيتي une ville pilote. الداخلة تشكل المدينة النموذج، أحبها كثيرا، زرتها من قبل وقضيت لحظات شميلة وتربطني بها علاقة صداقة وارتباط وثيق. يمكن أن أقول لكم وأؤكد أن العلاقات المتبادلة بين دول غرب إفريقيا والمغرب ستتكثف. أنا أشرف على البرلمان للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وبصفتي النائب الأول للبرلمان السنغالي، وسوف أسهر وأعطي كل المعلومات الناجعة من أجل تكثيف التعاون بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. من أمريكا اللاتينية والشمالية وأستراليا والقارة الآسيوية، العديد من الشخصيات العالمية في عالم الأعمال والاقتصاد والسياسة قدمت إلى مدينة الداخلة للمشاركة وتبادل الأفكار على أرض هذه المدينة. مختبر الأفكار لإفريقيا الغد، العديد من مراكز الدراسات والتفكير العالمية المهتمة بقضايا الاقتصاد، المرأة والصحة والتعليم حاضرة خلال هذا المنتدى. من الإرغواي جوليا مونوز وزيرة التعليم والثقافة مشاركة خلال هذه النسخة. جئت للمشاركة في هذا المنتدى لأنه مهم بالنسبة لي شخصيا. أما الإرغواي فهي تريد تعزيز علاقات مع دول إفريقيا ومنها المغرب على الخصوص، الذي يتوفر على مؤهلات اقتصادية واستثمارية مهمة. رئيس جمهورية الإرغواي يفكر كثيرا في زيارتين للمملكة المغربية. أنا جد سعيدة بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يطرح العديد من المواضيع المهمة للنقاش، ليس فقط للإكوادور ولكن لكل بلدان الجنوب وأمريكا الجنوبية بالخصوص. dado que la temática es de gran interés
no solamente para el Uruguay, sino para los países del Mercosur, de toda la región de América del Sur. Soy muy agradecida de estar invitada. إنها المشاركة الثانية لي بهذا المنتدى العالمي. أنا جد سعيدة بهذه الدعوة. قدمت من فيينا بالنمسا. سوف نرى ماذا سيقدم المشاركون في هذه النسخة، وسوف نعمل معهم وماذا سيقدمون لنا في هذه المواضيع المقترحة. وأنا مهتمة جدا بموضوع النساء، وهناك مشروع مهم جدا مقدم من طرف منظمة تدعى نساء بلا حدود. يساهم كرانس مونتانا بشكل واضح في إشعاع مدينة الداخلة ومجموعي المنطقة الجنوبية، المدينة التي أصبحت نموذجا للرؤية العمل المهيكل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وينضم إلينا مباشرة من الداخلة بكار دليمي. بكار دليمي، كونس مونتانا من المزمع أن يبدأ أشغاله غدا، يعني هل حدثنا عن هذه التظاهرة خاصة وحضور عديد من الشخصيات الوازنة من الأوروغواي ودولة ميانمار؟ نعم زميل سالك، آخر الاستعدادات لاحتضان النسخة الرابعة هنا بمدينة الداخلة تم ترتيبها لإنجاح هذه النسخة من منتدى كرانس مونتانا. منتدى كرانس مونتانا هو مؤتمر دولي اقتصادي يجلب العديد من المفكرين السياسيين والاقتصاديين لنقاش حول مجموعة من القضايا. دائما قضية إفريقيا والتعاون جنوب جنوب مطروحة في هذا المنتدى، سواء في هذه النسخة أو في النسخ الماضية. هذا المنتدى أيضا يشكل إشعاع لمدينة الداخلة التي أصبحت قطبا للعديد من المفكرين العالميين الذين يتناولون هذه القضايا. هذه السنة من المتوقع أن يحضر أزيد من 1000 شخصية لهذه النسخة من المنتدى، وفعلا حضر العديد من الشخصيات من جنوب أفريقيا، مثلا للحصر ملك الزولو، أيضا من المنظمات الإقليمية يحضر رئيس البرلمان، برلمان دول مجموعة دول غرب إفريقيا، من الإيرغواي تحضر وزيرة التعليم والثقافة والعديد من الشخصيات الأخرى. جاءوا لمناقشة العديد من المحاور، منها مثلا الأمن الغذائي والفلاحة، الصيد البحري، الشباب، النساء، والتعاون الإقليمي في مجال الصحة. بكر دليمي، كنت معنا مباشرة من الداخل، شكرا جزيلا لك. في الشأن التنموي، قامت عمالة إقليم طاطا احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، استحضرت فيها إنجازات وتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى دعم قدرات ومبادرات النساء على مستوى الإقليم. عروض قدمت بالمناسبة استعرضت حصيلة المبادرة على مستوى مواكبة أنشطة ومشاريع المرأة بالإقليم، مناسبة تم خلالها أيضا الاحتفاء ببعض النساء اللائي كان لهن حضور قوي على مستوى أنشطة ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما في إطار الأنشطة الموازية الدائمة لبرنامج محو الأمية بالمساجد للموسم الحالي، فقد نظمت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببوجدور ندوة حول موضوع السلامة الطرقية بمسجد الإمام مالك بحي الأمان ببوجدور، لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية بالمساجد. في المتابعة بريغينا العروسي ومحمد شارع.
مسعى لترسيخ ثقافة مرورية سليمة وللمساهمة في التقليص من وتيرة حوادث السير عن طريق التوعية والتحسيس، اختارت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية موضوع السلامة الطرقية محور أشغال هذه الندوة العلمية. الندوة تطرقت إلى قدسية النفس البشرية وأهمية المحافظة عليها إلى جانب السلوك الاجتماعي وعلاقته بحرب الطرق. فقد أشرفت المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعاون مع المجلس العلمي المحلي ومديرية التجهيز والنقل على تنظيم هذا النشاط الموازي الذي يخص تعريف المستفيدات وإطلاعنا على أهمية السلامة الطرقية وعلى أهمية المحافظة على السلامة الطرقية كتربية وكوعي يأخذناه من المسجد. يدخل لقاء اليوم لقاء السلامة الطرقية في إطار الأنشطة الموازية اللي كتدخل ضمن برنامج محو الأمية بالمساجد. التدخل ديالي ركز على واحد السبب من الأسباب الأساسية في حوادث السير، وهو سبب ليس كباقي الأسباب، يتعلق الأمر بالهاتف. والهاتف كما كتقول منظمة الصحة العالمية أكثر من ثمن ديال حوادث السير تعود إلى سببها إلى الهاتف النقال. دخلت تتمحور حول الجانب الشرعي للسلامة الطرقية من خلال النصوص الشرعية التي تحرم إزهاق نفس بشرية بدون حق شرعي. كانت تتمحور أساسا على ما ينبغي أن نقوم به كمقيمين دينيين أولا وكمجتمع. ستساهم هذه الندوة التي تطرقت إلى مخاطر الطريق في تحسيس كل فرد في المجتمع أنه مسؤول عن مكافحة حوادث السير والعمل من أجل الحد منها. في سياق منفصل وتحت شعار دور الأسرة في الارتقاء بتنمية المجتمع وبشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الموسيقية الجهوية للتعاون الوطني، نظمت جمعية طيبة للأعمال الاجتماعية لقاء تواصليا حول موضوع التربية والأسرة والمجتمع. بكر ديمي ومحمد الداس في المتابعة. دور الأسرة في الارتقاء بتنمية المجتمع هو موضوع هذا اللقاء التحسيسي العلمي الذي حضرته ثلة من نساء جهة الدخلة وادي الذهب المهتمات بالشأن الاجتماعي وتنمية الأسرة. اللقاء من تأطير خبير في شؤون الأسرة والذي ركز على عدد من المواضيع المرتبطة بها وبتنمية وتربية وتقنية قيادة الذات والاستماع والتربية. كثير من الأشياء اللي فيها غموض بخصوص التربية الإيجابية، علاش كنقولوا بأنه مهم جدا أنه تتبدل هذه بالوضوح المطلوب؟ لأننا في حاجة اليوم إلى معرفة وافية بقضايا التربية. المتوفر كمعلومات في هذا المجال كثير جدا، وإذا لم نحز هذه الأركان الناظمة لهذه المعلومات سيتعذر علينا أن نبني بوصلتنا في اتجاه هذا الناشئ، نبني كذلك هذه السلوكات التي تنتج على فعل التربوي. واقع الحال أننا نبني ذوات نريدها أن تكون صالحة لذواتها وصالحة للمجتمع. اللقاء يأتي في إطار شراكة بين التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني وجمعية طيبة للأعمال الاجتماعية، وكان فرصة للحديث عن موضوع التنشئة الإيجابية والإجابة على عدد من الأسئلة المبحوث عنها في عالم الأسرة. لا يخفى عليكم يعني الدور الطلائعي اللي تلعبه مؤسسة التعاون الوطني والشؤون الاجتماعية في هذا المجال. هي الوساطة الأسرية هي عندنا احنا في عاداتنا وتقاليدنا هي إصلاح ذات البين، لا بالنسبة للأسرة ولا بالنسبة للمجتمع كله. أتمنى إن شاء الله من خلال هذه الدورة التكوينية اللي تقوم بها كيف ما قلت جمعية طيبة ومنسقة التعاون الوطني والوزارة تكون يعني إن شاء الله بادرة خير على الجهة ويستفيدوا منها إن شاء الله المواطنين. هذا الملتقى الأول للأسرة تحت شعار دور الأسرة في الارتقاء بتنمية المجتمع نظمناه بشراكة مع وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية ومنسقية التعاون الوطني، نهدف من خلاله إلى زرع القيم الأصيلة.
هذا اللقاء يأتي لتنظيم المعارف وهيكلتها هيكلة ذهنية تسمح للمربي أن يهتدي وفقها ليمارس الشأن التربوي بفعالية ونجاح. إلى إقليم سيدي إفني، وفي خضم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فرع منظمة المرأة الاستقلالية بالإقليم، تم إحياء اليوم العالمي للمرأة بتنشيط أمسية احتفالية بالمناسبة، اشتمل برنامجها على عديد من الفقرات والعروض التنشيطية، فقرات فنية ولوحات إبداعية تخللتها بالمناسبة لحظة لتكريم المرأة والاحتفاء ببعض المتميزات في العديد من الحقول والمجالات. في الشأن التربوي وبمبادرة من النسيج المدني بمدينة الزاك، احتفت الدائرة التربوية بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين دراسيا بالمنطقة، احتفال بالمناسبة حضره عدد من المسؤولين. في المتابعة حافظ محضار ومحمد تروزي ومحمود شرك. حفل للتميز الدراسي يتوج إنجازات العديد من التلميذات والتلاميذ بهذه المؤسسة الثانوية بمدينة الزاك، احتفالية تربوية تعد سنة حميدة لحفل التفوق الدراسي في أوساط المتعلمين، مبادرة تحمل بصمة فعاليات مدنية بالمنطقة أخذت على عاتقها تشجيع إنجازات فئة متميزة دراسيا بهذه الأسلاك التعليمية، جوائز سلمت خلال هذا الحفل لشحن معنويات هؤلاء المتعلمين. بادرة طيبة من تنظيم مؤسسة ثانوية ترغيب التأهيلية تساهم على تحفيز جميع التلاميذ والتلميذات على التفوق الدراسي، وأنا كنت من بين المتفوقات في جدع مشترك أدبي، وما هذا إلا تحفيز على جميع التلاميذ باش يبذلوا مجهود أكثر. كنتمنى هذه البادرة تكون تحفيز لنا ونبقاو على هذا المستوى إن شاء الله في المعاهد العليا إن شاء الله، وشكرا لهم وكنتمنى تبقى تستمر كل سنة باش يشجعوا التلاميذ المتفوقين في الدراسة ديالهم. برنامج هذه الاحتفالية التربوية قدم خلاله مجموعة من العروض والفقرات التي لامست إبداعات المتعلمين فوق الخشبة، فقرات أمتعت الحضور وكشفت عن مواهب التلميذات والتلاميذ في مختلف أصناف الفنون. في إطار تنظيم حفلات التميز بالمؤسسة التعليمية بمديرية أسزاك، وذلك بهدف حفز وتشجيع التلميذات والتلاميذ المتميزين على إثر نهاية الأسدس الثاني للدورة في مختلف الأسلاك التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بحضور الشركاء المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل كان عبارة عن تشجيع المتفوقين متفوقين الدراسي، وتخللت أيضا فقرات متنوعة من إعداد تلاميذ المؤسسات التعليمية. يأتي تنظيم هذه الاحتفالية لتشجيع التفوق الدراسي. الحفل كان فرصة أيضا لتكريم عديد من الفاعلين والمتدخلين وكذا الشركاء في المنظومة التربوية. ومن التفوق التربوي إلى التفوق الرياضي، في الورقة الرياضية للنشرة من جليميم نرصد للإنجاز الذي وقع عليه البطل حمزة بيبسي في رياضة التايكواندو بعد أن تمكن من إحراز بطولة المغرب في هذه الرياضة، إنجاز عجل بضمه إلى لائحة الفريق الوطني للعبة. حافظ محضار سناء بناوي ودحمان بعريس ومعهم المزيد. تألق غير مسبوق للبطل الرياضة التايكواندو حمزة بيبسي ابن بوابة الصحراء إقليميم بعد حيازته لبطولة المغرب في هذه الرياضة الحربية في وزن 80 كيلوغراما، تتويج ينضاف إلى لقب آخر كان قد ظفر به الموسم المنصرم على المستوى الوطني، كذلك بعد تصدره للائحة أبطال وزن 87 كيلوغراما، إنجاز تعجلت بضمه إلى لائحة الفريق الوطني لهذه اللجنة، حيث أصبح يحمل مشعل تمثيل الأقاليم الجنوبية على صعيد المنتخب دوليا. الإنجاز الحمد لله كنشكر عليه الله سبحانه وتعالى والمدربين ديالي وجميع الأصدقاء ديالي معي في النادي، وهاد النتيجة ما جاتش غير هكذاك ولكن جات من
ظروف صعبة وبزاف ديال الخدمة من ناحية الظروف ديال الشغل ديالنا في النادي وحكم المدينة ديالنا اللي كنتمي ليها وكنحرص على نقوم بعمل جبار باش تكون الاسم ديال مدينة قلميم عالية إن شاء الله في الوطني وعلاش لا في العالمي إن شاء الله. اليوم كنحتفلوا بالأخ حمزة بيبسي وعلى حساب اللقب اللي حرز راه لقب صعيب ماشي سهله تجي تكون بطل المغرب جوج مرات، ولكن الحمد لله بالاراده ديالو بالاراده ديالنا كاملين بالاراده ديال الكوتش حققنا هذا اللقب هذا وكنتمنى ان شاء الله المزيد. تألق البطل حمزه بيبسي وعزيز الانجازات التي حققها منتسبو ناديه بقليميم الذين كان لهم حضور مميز بمختلف المنافسات الوطنيه في هذه الرياضه. تألق يحسب ايضا الكوادر التقنيه التي تشرف على هذا النادي. النادي واحد النتيجه اللي هي ايجابيه في نهائيات البطوله الوطنيه. اول شيء قبل النهائيات كانت اقصائيه البطوله الوطنيه اللي تنظمت في مدينه اكادير، حققنا فيها الرتبه الاولى في الذكور، والحمد لله في النهائيات عطاتنا واحد النتيجه ايجابيه اللي هي بطل اللي خرجنا من هذا النادي. انجازات اذن ترفع من اسهم الرياضه ببوابه الصحراء التي اصبحت تعد في اكثر من مناسبه متميزه بعد ان انجبت ابطالا كبارا تألقوا في مختلف الاصناف الرياضيه سواء وطنيا او دوليا. نشرة الأخبار متواصلة لكن بأخبار جديد الصحف الوطنية صدر يوم غد الاثنين في قراءة محمد الفويرس. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية المساء والتي جاء فيها: حذر تجمع ضغط أوروبي يوم أمس من مخاطر عدم الاستقرار والتي ستهدد الاتحاد الأوروبي في حال إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مشيرا إلى أن محاولات إضعاف المغرب تحمل مخاطر عدم استقرار لأوروبا لكون المغرب يضمن الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. وكشفت المساء في باقي تفاصيل الخبر أن الخبراء الأوروبيين حذروا من أن دعم البوليساريو يهدد دول أوروبا بعدم الاستقرار. يومية الاتحاد الاشتراكي كتبت: أشاد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية بصربيا إيفيكا دازيش اليوم الخميس بالرباط بجدية المقاربة المغربية في التعاطي مع نزاع الصحراء، وأكد المسؤول الصربي خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي على تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية احترام الوحدة الترابية للدول، مشيدا بعلاقات الأخوة والصداقة والتي تجمع بلاده والمغرب وكذا بالمستوى الجيد للتعاون البرلماني المغربي الصربي. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المسؤول الصربي عرب عن عزم البلدين إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بينهما مع إمكانية الاستغناء مستقبلا عن التأشيرة بالنسبة لمواطني البلدين. يومية الأحداث المغربية كتبت: أكد حزب التحالف الديمقراطي ثاني أكبر حزب سياسي في جنوب إفريقيا بعد المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم أن تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وجنوب إفريقيا وهما قوتان إفريقيتان وازنتان يشكل مصدر قوة للقارة جمعاء. وقال المتحدث باسم الحزب في قضايا السياسة الخارجية ستيفنز موكاغالابا، قال إن بإمكان المغرب وجنوب إفريقيا باعتبارهما من أكبر الاقتصادات في إفريقيا أن يطلعا بدور القاطرة في تعزيز التكامل في القارة. واعتبر المسؤول الحزبي الجنوب إفريقي أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي من شأنها أن تعزز هذا الدور والذي تطلع به المملكة، مذكرا بالجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ حضوره في العديد من ربوع القارة من خلال استراتيجية مبتكرة تقوم على التنمية المشتركة وعلى شراكة رابح رابح. صحيفة برلمان كوم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية بأن مصالح ولاية تمن العيون تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من إيقاف 9 أشخاص مبحوث عنهم متورطين في قضايا إجرامية مختلفة. وأوضح المصدر أن من بين الموقوفين 2 مبحوث عنهما بموجب مذكرتين وطنيتين بتهمة تنظيم الهجرة السيرية، بالإضافة إلى مبحوث عنهم من أجل السرقة الموصوفة والاتجار في مخدر الشراء وترويجه، ومبحوث عنه من أجل إهمال الأسرة، وآخرين مبحوث عنهم بتهم مختلفة.
وأضاف ذات المصدر أن الموقوفين سيتم تقديمهم أمام إحدى النيابتين العامتين بحسب نوع القضية أو للجهة صاحبة البحث. أخبارنا كانت متواصلة ضمن الصحف الصادرة يوم غد الجمعة. ويوم غد الجمعة سيكون الطقس غدا إن شاء الله حسب التوقعات الجوية المنتظرة خلال 24 ساعة سماء أحيانا غائمة بالمناطق الشمالية لقليمنا الجنوبية. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 15 بالرباط، 17 بسيدي إفني، 19 بقليبيم، وكذلك بالطنطان، 22 بأسة، 20 بالزاك، وكذلك بالطرفاية، 24 بسمارة بوكرع، 23 بالعيون، و22 مرتقبة ببجدور، 22 منتظرة بقلة زمور، 23 بمضريقة، وكذلك بالداخلة، 27 بكل من أوسرد ولقويرة. حالة البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي، سيكون البحر هائج إلى قليل الهيجان، ويتراوح ما بين متران إلى 3 أمتار. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:06، وغروبها على الساعة 6:58. حالة الطقس ببعض العواصم والمدن المجاورة 15 درجة متوقعة بالرباط، 40 منتظرة بنواكشوط، 27 بنواذيب، و 28 مرتقبة بتندوف. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم العناوين: وصول المشاركين في منتدى كرونس مونتانا من القارات الخمس للداخل للمشاركة في فعاليات هذه النسخة. وفي النشرة تابعنا أيضا ندوة حول موضوع السلامة الطرقية ببوجدور لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية. وفي المجال الرياضي تابعنا الإنجاز الذي وقع عليه بطل في رياضة التايكواندو بعد إحرازه لبطولة المغرب. النشرة الإخبارية انتهت، والسلام عليكم.